اليوم أحبائي حدوتتنا وحكايتنا عن شغلة طريفة صارت مع مريم فخر الدين وفريد الأطرش. لما راحت مريم فخر الدين إلى قرية من قرى الفيوم مشان فيلم رسالة غرام، وهنيك لما كانوا عم بيصوروا ما منلاقي غير كل الفلاحين اجتمعوا، صارت دوشة وحكي. قام مساعدين المخرج مباشرة اتجهوا ناحية الفلاحين مشان يبعدوهم وما يعودوا يتفرجوا لا يقدروا يصوروا. قام تدخل فريد الأطراش وقال لهم هدول ناس طيبين، معلش خليهم يتفرجوا من بعيد لبعيد وما بيعملوا أي دوشة. واتجه فريد الأطرش ناحية الفلاحين وحكى معهم وقال لهم يتفرجوا من بعيد لبعيد وما يعملوا أي دوشة مشان يقدر المخرج يصور الفيلم. وهذا صار، بلشوا بتصوير الفيلم والفلاحين عم بيتفرجوا من بعيد لبعيد. بالاستراحة بعد الاستراحة بشوي دغري ما بنلاقي غير رجال كبير بين هالفلاحين بيتجه مباشرة لعند مريم فخر الدين وبيقول لها أنا ماني مصدق عيوني، الحمد لله أمنيتي بالحياة إنه شوف الست والحمد لله شفتي. عم تطلع في مريم فخر الدين بتضحك، قالت له عرفتني مين أنا؟ قال له لك عرفتك إذا شايفة نظري ضعيفة شوي، إنه ما أعرفه لك عرفتك أنت الست أم كلثوم. قامت إجي طب ضحكة وبسرة قالت ما راح أصدمه وخليه مبسوط إنه شايف الست أم كلثوم لأنه هي أمنية حياته. وهذا الخبر إنه الست أم كلثوم عم بتمثل بالفيلم انتشر بكل القرية. تاني يوم كل القرية اجت والفلاحين ومن بيناتهم شيخ البلدة. شيخ البلدة لما شاف مريم فخر الدين اتجه ناحا وقال لهم للفلاحين يا بهايم يا بهايم، هي الست ليلى مراد، شو ما بتعرفوا الست ليلى مراد من الست ام كلثوم، هي الست ليلى مراد، معقولة تخفى عليكم؟ بيقوم تطلع مريم فخر الدين بفريد الأطراش بتجيها بضحكة وبتضحك. بيطلع في فريد الأطراش لشيخ البلدة وبيقول له يا حاج منيح يلي اجيت، وين كنت انت وين كنت لحتى خليهم يعرفوا انه هاي الست ليلى مراد مو الست ام كلثوم. وبيجتمعوا هنن وياه بيحكوا، بعد الدردشة بيعزمون شيخ البلدة على الافطار. وتاني يوم بيروحوا بيفطروا بيكونوا مبسوطين، ووقت الافطار بيقول شيخ البلدة يا ست ليلى كلي من هالسمن البلدي، كلي من هالسمن البلدي، هذا السمن البلدي بيجلي الصوت وبيحلي الصوت. بعد ما بيخلصوا الافطار هن طالعين بيقول ما بتخافي يا ست ليلى انه يتهموكي من نصب الاحتيال؟ تضحك هي بتقول له انا ما نصبت ولا احتلت على حدا. قال له امال اللي اكلتيه بحس شخصيه ليلى مراد السمن البلدي، بتسميه ايه؟ بتسميه ايه اكل السمن البلدي؟ وهيك احبائي نشوف هالقصص الحلوه والطريفه اللي صارت مع فنانينا العظماء. وهلا احبائي بعد ما خلصت حتوتتنا الى اللقاء بحتوته اخرى. الى اللقاء.